بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. بنتعلم من سيرته العطرة ونمشي دايما على خطاه، نقرب منه أكتر ونعرف عنه أكتر، ونتمنى لو كنا عشنا معاه أو قابلناه. لما نزل عليه الوحي بدأ يبلغ رسالة ربه، مين أسلم ومين عارض دعواه. ده اللي هنعرفه لما نعرف أكتر عن سيرته، رسولنا المصطفى رسول الله. أعرف نبيك سلسلة حلقاتنا اللي بدأناها مع فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أستاذة لمياء، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. امبارح توقفنا عند نهاية الدعوة السرية، إمتى بدأت الدعوة الجهرية وأمر ربنا سبحانه وتعالى للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إنه يبدأ بأهله؟ طه البشير له أسماء أربعة: أحمد، محمد، هادي، ومعتصم. وله على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين، ثم الآس والعنب. أنطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي، ثم الثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن، ثم العرب والعجم. لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنن، ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي، ثم اللوح والقلم. الله الله يفتح عليك يا فضيلة الشيخ، أنا بتبسط قوي لما بتبدأ الحلقة كده. تسلمي، ربنا يعز حضرتك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا زي ما حضرتك تفضلت امبارح عند الدعوة السرية، واستمرت الدعوة السرية 3 سنوات. هنا النهاردة هنبدأ الدعوة الجهرية. الدعوة الجهرية اللي هي أمر ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجهر بالدعوة بقى. أقف يا محمد وقول بصوت عالي بالفم المليان إن اللي انتوا بتعملوه ده غلط، إن عبادة الأصنام دي كفر، إن اللي انتوا فيه ده شرك، في حاجة اسمها الله الواحد. بالظبط، الواحد الأحد. طبعا كانت دي مسألة مش سهلة، علشان هم عايشين على هذا الحال من تاريخ الآباء والأجداد وأجداد الأجداد، وفي مصالح مشتركة وفي بيع وفي مكاسب وفي شراء. ما الناس اللي بتصنع الأصنام دي بتكسب، ما هو في ناس واخدها سبوبة. انت جاي دلوقتي توقف السبوبة وتقطع عيشنا وتقول نعبد ربنا؟ المهم طبعا جه أمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي الصريح، قال له كده: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أقف وقول وما يهمكش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الأمر مباشرة. يروح فين وينادي إزاي ويبلغ رسالة ربنا إزاي؟ فكر سيدنا النبي في فكرة جميلة جدا. شاف أعلى جبل، أعلى جبل في مكة، وراح واقف عليه، اللي من خلاله صوته لما يتقال يسمع الكل، يسمع المنطقة كلها. وبالفعل وقف سيدنا النبي فوق الجبل ونادى: يا بني فهر، يا بني لؤي، يا بني عدي. نادى على كل الايه؟ العائلات والقبائل. اصلا سيدنا النبي معروف عندهم من صغره بالايه؟ بالصادق الامين. فمجرد ما نادى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كله جري على محمد بن عبد الله. ده الصادق الامين، ده اللي بنحبه، ده الشاب اللي احنا دايما شايفينه مميز، لا جربنا عليه كذب ولا جربنا عليه خيانة ولا جربنا عليه اي حاجة وحشة. لدرجة ان اللي ما كانش بيقدر يروح كان بيبعت حد يقول له: انا سامع محمد بن عبد الله بينده، روح شوف لي ايه الحكاية، هات لي خبر الموضوع وتعالى اتجمعوا. فوقف، طبعا كان من وسطهم عيلته، ابو جهل عمه، ابو طالب عمه، سيدنا حمزة عمه، أعمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعيلته. فوقف سيدنا النبي عمل مقدمة جميلة جدا، قال لهم: يا جماعة، لو أنا قلت لكم أن هناك خيل خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو أنا قلت لكم أن في وراء الجبل ده خيول عايزة تيجي وتيجي ناحيتنا تصدقوني؟ قالوا: آه طبعا، ما جربنا عليك كذبا قط. كمل، ناخد التليفون ونكمل. ماشي، اتفضل. استاذ فؤاد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيكم؟ الحمد لله بخير. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالف خير يا رب. والله منورين بيض. ربنا يخليك. والله العظيم منورين بيض. ربنا يخليك يا رب، نورتنا. الله يخليكي، الله يخليكي يا رب، ربنا يبارك لك يا استاذ الامياء والاستاذ دكتور مصطفى. ربنا يخليك. على فكره الناس دي والله انا بشوفهم بستريحي. ربنا يكرمك يا استاذ فؤاد. بصراحه ربنا انت تنفع في الطب النفسي. امانه. انت علماء كبار، تنفع في الطب النفسي انت، يعني انت لما بتكتب، اما بسال سؤال بتكتب لي الروجيتا من كتاب السنه دكتور مصطفى. ربنا يكرمك يا استاذ، تحت امرك. ربنا يعزك يا استاذ فؤاد. ربنا يبارك لكم، نورتوا بيتنا والله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمك ويحفظك. عندي 68 سنة يا دكتور مصطفى. ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر. ربنا يخليك. أنا أسأل سؤال حضرتك. اتفضل. يعني إيه رأيك الواحد لما بيشوف الزوجة يقول لها أهلا بالتي أفصاني عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا إيه؟ أهلا بالتي أوصاني عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، حضرتك بتعمل كده يا أستاذ فؤاد؟ أه والله. الله عليك. أمك هي اللي أه والله. ربنا يبارك لك فيها يا رب. عارف ليه يا دكتور مصطفى؟ اتفضل. لأن الست دي ما كانتش متعلمة، الست دي خدت أجستين في القرآن يا شيخ مصطفى. الله الله. والله العظيم بكلمك بكل أمانة. الله. ده دي وسام على صدري. ما شاء الله. الله ما شاء الله. انا ليا وسامين على صدري يا دكتور مصطفى، وسام اخويا شهيد في اكتوبر، حرب اكتوبر، ومات في ليله وتريه في رمضان، ومراتي الزوجه وسامين على صدري والله. الله يبارك لها يا رب. امين يا رب. امين. معاك حضرتك ايه يا استاذه لمياء. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب ويرضيكي ويخليكوا لبعض. وطول السنه عشرتنا بنستناكوا في اي وقت. ربنا يخليكوا يا رب. والدكتور مصطفى سلمي لي عليه، ربنا يزيده. هو سامع حضرتك اهو. ربنا يا رب يكرمك ويحفظك، ويعني مبروك عليكي هذا الوسام على الهوى مباشره، ان زوج حضرتك ما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا يا رب يحفظكم ويكرمكم، ويعني ويشهد لك هذه الشهاده العظيمه الغاليه على الهواء مباشره، فعلا يعني نموذج مشرف لكل البيوت ولكل الاسر الحقيقه. مصطفى انا واخده راجل محترم هو اللي ساعدني يا استاذ مصطفى. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليكم لبعض يا رب. وداني وقال لي اتعلمي، خدت حفص، وخدت المنفصل، وخدت المتصل، وحفظت كتاب الله، وانا مش متعلمه. ما شاء الله تبارك الله. لا انت كده متعلمه احسن علام بقى. طيب ده يا استاذ مصطفى. نعم. بفضل ربنا وفضل الزوج الطيب ده. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه ويحفظه لك يا رب العالمين. وهو على فكره هو مريض وقعيد بس عندي بالدنيا كلها. ربنا يخليكوا لبعض يا رب. يا رب يخليك يا استاذه لمياء. عندكم اولاد بقى؟ عندنا خمسه. بتقول ما شاء الله متجوزين. متجوزين بس في اتنين صبيان ما اتجوزوش، وعلمتهم كلهم احسن تعليم. ربنا يا رب يفرح حضرتك بيهم يا رب العالمين، ويطلعوا كده نموذج مشرف وذريه بعضها من بعض ان شاء الله باذن الله. امين. ويبقى في من امه محمد امثالكم كده اعداد واعداد واعداد، نفخر ونشرف بها جميعا. نورتونا. نموذج يفرح اهو والله، يعني في حقيقة انا فرحت الحلقه النهارده، انا كده اتبسطت. جميلة. ما شاء الله، يعني حاجه مشرفه. هو ده حاجة الحديث جميلة. عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. وشايفه يعني حضرتك بيشهد لها بعد هذا العمر وبعد هذا السن ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه الشهاده التي يعتز بها وامام العالمين، شهادة لا رياء فيها ولا سمعة فيها، شهادة خالصة مخلصة. ما هو ده الشكل والمضمون اللي لابد انه يكون جوه بيوتنا كلنا. بالظبط. ده الشكل الصح اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه. بالظبط، ده حقيقي. نرجع لسيدنا النبي. اتفضل. فطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الجبل وعمل مقدمة مهمة جدا. قال لهم لو انا قلت لكم ان في خيل ورا الجبل ده عايزة تغير عليكم، يعني تيجي الناحية بتاعتنا، تصدقوني؟ قالوا طبعا ما جربنا عليك كذبا قط. المفاجأة بقى، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني رسول رب العالمين. هنا تفاجئوا بقى بالحكاية، في اللي سمع الكلام، في اللي تفاجأ، في اللي قام ونفض هدومه كان من ضمنهم عمه، قال له تبا لك يا محمد سائر اليوم. قال هذا جمعتنا؟ يعني انت عامل الليلة دي كلها عشان تقول كده، علشان تيجي تقول اعبدوا ربنا
تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقع أن في ناس هتؤمن وفي ناس هترفض الرسالة وهترفض الدعوة، وقد كان بالفعل. من ضمن الناس اللي رفضت الرسالة كان عمه أبو جهل، وحصل معاه بقى مواقف كتير جدا ومع زوجته. وهنقول كل المواقف دي، بس هنروح لفاصل. طيب ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه يبدأ بأهله في الدعوة، وقد كان بالفعل لما ربنا سبحانه وتعالى قال له وأنذر عشيرتك الأقربين وبدأ بيهم، وبعدين انتقل الموضوع إلى نطاق أوسع اللي هو بقى اصدع بما تؤمر، بلغ رسالتك في العالمين. طب كان موقف عمه ايه؟ حضرتك قلت فيه تفاصيل كتير حصل. بالظبط، كان عمه ابو لهب الحقيقه ما سابوش في حاله، كان من اشد الاعداء لدعوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده ما هزش سيدنا النبي، ما هزوش، بالعكس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل واقف وبينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى، رغم ان عمه اللي من صلبه كان ضده وكان بيصد الناس عن دعوة ابن أخوه، لدرجة أن الناس كلها كانت بتبص على سيدنا النبي وتقول له ألم يجد ربك غيرك يرسله؟ أتريدنا أن نسمع كلام يتيم أبي طالب؟ ده لو ربنا عايز يرسل رسول كان عمل له وسواله وكان يبقى ده. حتى استغربوا أن سيدنا النبي نازل يشتري ويروح السوق ويتعامل زيهم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. فربنا سبحانه وتعالى يرد مباشرة وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. كل الرسل كانوا كده، قالوا له أنت مش رسول. ربنا سبحانه وتعالى ينزل القرآن ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يقولوا له أنت مجنون، يسكت. القرآن يرد نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يقولوا له. وهكذا كل ما يفتروا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افتراء، الله سبحانه وتعالى يرد مباشرة. لدرجة أنهم قالوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ده في حد بيمله له، ده هو بيقعد بيحلم بحاجات وحد بيمليه، إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. كل ما يفتروا افتراء، الله سبحانه وتعالى يتولى الرد والدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. ناخد أم أحمد. أم أحمد اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نفسي ومنعيني من زمان أكلمكم والله، ومبسوطة أوي إن أنا اتصلت بكم. نورتي الدنيا. ربنا يبارك لك، كل عام وانتم بخير يا رب. وحضرتك بألف خير. ربنا يبارك لك يا رب ويجازيكوا خير على كل البرنامج اللي بنسمعه الحلو ده. امين يا رب، امين يا رب. اتفضلي. بصي، عندي حضرتك سؤال. اتفضلي. انا امبارح كنت صايمه لحد قبل المغرب بدقيقتين اتنين، ونزلت عليا الحج نقطه واحده كده. هل ده اليوم ده يتم كده ولا اعيده؟ حاضر حاضر حاضر. تابعينا يا امه كده، اليوم يتحسب ولا يبقى برضو عليها قضاء؟ لو هي دورة يبقى عليها قضاء، وهي اللي هتحدد بقى لان نزل ده منها دورة او غيره او استحاضة او افرازات او شيء من هذا القبيل. لو هو مش دورة، واعتقد احنا كنا قلنا قبل كده انه يشترط فيه ان اللون يكون نفس لون الدورة وان الرائحة تكون نفس رائحة الدورة، في هذه الحالة هنحسبها دورة وعليك قضاء يوم مكانه. اما ما عدا ذلك لا شيء عليك إن شاء الله، ويومك محسوب صيام بإذن الله إن شاء الله. نكمل نكمل. كنا وصلنا طبعا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يفتروا عليه افتراء، المولى سبحانه وتعالى يرد عنه. أبو لهب كان ليه موقف عنيف شوية، هو وزوجته، لدرجة أنها من الغل بتاعها قررت أنها تقتل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا النبي قاعد هو وأبو بكر الصديق، وهي قررت انها تاخد حجر قوي جدا وتضرب بيه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر قاعد وشايف الموقف، يقول له يا رسول الله ارى ان في عينها الشر،
دي مش عايزة خير أبدا، أرى إن في عينها الشر، قال له سيبها، إن الله حائل بيني وبينها. تقرب 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 وفجأة اختفت. وسبحان الله العظيم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر الصديق: لقد أرسل الله تعالى جبريل فحال بيني وبينها فلم تراني. اليقين، اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى، واللي مع ربنا ربنا أبدا مش هيسيبه، مش أبدا طبعا. اللي في طريق ربنا ربنا أبدا مش هيسيبه. اللي معتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، والله لو كادت له الدنيا وما فيها والسماوات ومن فيها، والله لن يضر أبدا، لأنه في حماية الملك، في رعاية الملك، في حفظ الملك. وده اللي كان حاصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. بدأت يحصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعجزات علشان تأيده، ما هم مش سامعين الكلام، عشان يصدقوه، وعلشان يصدقوه بالظبط. هم في معجزات هم طلبوها من نفسهم، زي مثلا قالوا له: يا محمد، من الآخر كده، لو أنت نبي من عند ربنا ادينا معجزة. اتفضلوا امره. قالوا له: شايف القمر ده؟ قالوا له: اقسمه نصين. يا خبر ابيض، نص على جبل الصفا ونص على جبل المروة، لو عملت كده هنصدق انك نبي ورسول وسمعا وطاعا يا سيدي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف والكل اجتمع عايزين يشوفوا الحكاية، محمد صادق ولا كاذب؟ قال لهم: حاضر. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على القمر وقال له: انتصف نصفين بقدرة الله، فانتصف القمر نصفين. لذلك جاء القرآن قائلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. العلماء الآن، علماء الفلك، علماء الغرب، لما صعدوا للقمر وللفضاء لقوا فيه شرخ في منتصف القمر. سبحانك يا رب. قالوا: الحقوا ده، في ده احنا اكتشفنا اكتشاف. اكتشاف ايه؟ ده احنا عارفين الكلام ده من 1400 سنة، حينما قال الله تعالى لنبيه: اقتربت الساعة وانشق القمر. امنوا؟ والله ما امنوا. بعد المعجزة دي رفضوا الايمان برضو كذلك بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. عليها افضل الصلاة والسلام. وهنكمل ان شاء الله الحلقة الجاية باذن الله. نورتين يا فضيلة الشيخ. نور حضرتك. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. عبادة جبر الخواطر عبادة رغم بساطتها هي من اعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى عظم من أجرها وثواب فاعلها. وعد كل إنسان بيكبر بخاطر غيره يكبر خطره ويكفيه شر المخاطر. ومن أهم المخاطر دي هو المرض والألم، اللي نقدر يكون لنا دور في تخفيفه عن غيرنا لما نشارك في علاج المرضى غير القادرين. خلونا نتكلم عن أعمال الخير مع الدكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. دكتور أهلا بيكي ومنوراني. أهلا بحضرتك وفي كل السادة المشاهدين. عبادة جبر الخواطر رغم ان هي بسيطة وسهلة ومش مكلفة بالمرة لأي بني آدم، لكن هي يعني أهم العبادات بعد الصلاة عند ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. دايما بنقول فاعل الخير مش محتاج إمكانيات كبيرة، ولكن محتاج قلب سليم، قلب هو حريص على عمل الخير وعلى الصالحات. عارفة حضرتك عبادة جبر الخواطر دي ربنا أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نقتدي بيه ويكون درس للأمة جميعا. سورة الضحى كلنا حافظينها. ربنا أولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمته عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يعني تذكر يا أيها الرسول الكريم حالتك الأولى، شوف أنت كنت عامل إزاي. ربنا من عليك واداك النعم والعطايا والهبات، فأعمل ده بقى، أشكر ربنا بأن أنت تجبر بخاطر المحتاج. فتيجي الآية تقول لنا إيه؟ فأما اليتيمة فلا تقهر. شوفي بقى، تقهر دي جملة يعني عارفة لازم نقف عندها، يعني اوعى تزعله، اوعى تخليه من جواه كده قلبه ينفطر أو تكسر بخاطره أو يحزن. أو كمان في أي جانب من الجوانب، مش بس الفلوس، لكن حتى في الناحية المعنوية. طب السائل، وأما السائلة فلا تنهر. تنهر دي يعني ايه؟ يعني لا تزجره، مش حد يجي يطلب منك حاجة او تجيك دعوة لفعل خير تبعد عنها وتنهر وتبتدي ان انت تقول لا انا ماليش دعوة بالسائل ده، يعني ده موضوع انا مش هتدخل فيه. او ان انت لو قدامك سائل
انت تزجره وتنهره وتنهره. طيب جزاء بقى اللي بيكبر بخاطر الناس. شوفي بقى الايه بتقول لنا ايه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. واحنا طبعا في شهر الخير وشهر الصالحات، ثلاث اعمال دول ان القيام الليل وتدعي ربنا سبحانه وتعالى والانفاق. يبقى الانفاق لو انت التزمت بيه وجبرت بخاطر الناس، ربنا يكبر بخاطرك بحاجه انت ما تتوقعهاش ابدا، اللي هي ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. قره اعين يعني تخلي عينك مبسوطه وعينك ما تقدرش تروح في حته تانيه من جمال النعيم اللي هتشوفه، عشان انت جبرت بخاطر الناس، فربنا سبحانه وتعالى الكريم يكبر بخاطرك. جبر الخواطر، المواقف اللي تخص جبر الخواطر هي ايه؟ يعني مثلا بالنسبة لليتيم الناحية المعنوية، بالنسبة للمشاركة في الأعمال الصالحة. يعني أنا أقصد أنه جبر الخواطر أكتر من نوع، يعني جبر خاطر مادي، جبر خاطر نفسي، كل أنواع جبر الخواطر، وكمان المساهمة في المبادرات زي جمعية البر والتقوى لما بتدعو إلى مبادرات كثيرة كلها فيها جبر خاطر للناس. طيب نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ما شاء الله، صرح يضاف إلى صروح البر والتقوى. فعلا فضل من الله ونعمة، حقا وصدقا، وتعاونوا على البر والتقوى من فضل ربنا سبحانه وتعالى. مستشفى جميلة جدا جدا، محتاجة لمسات أخيرة زي ما شفنا واستعرضنا، كل حاجتها موجودة، محتاجة بس إن هي تتفرش بالسيراميك. الريسبشن دوت إن شاء الله أنا حاسس قريب، وأنا بشاور كده والصور دي محفوظة بإذن الله، وقريب قوي قوي حاجي وأنا جوه الريسبشن ده، وأنا بقول لكم أهلا وسهلا بيكم أهل الخير، أنتم بنيتم المستشفى دي. عايز أقول إن حاجات كتيرة قوي لفتت نظري جدا في المستشفى. أنا عايز أقول لكم إن خلف هذه الكاميرات اللي بتصور حشود من أهل البلد، الجميع جاي وكل الناس رفع أيديها بالدعاء. عايز أقول إن أنت لو أنقذت نفس أو أحييت هذه النفس كأنك أحييت الناس جميعا. كن أنت السبب في لحظة من اللحظات لما تكون في حضانة، يبقى أنت السبب في أن أنت أحييت طفل كان ممكن يتوفى أو يموت. المستشفى حياة، والحياة مع البر والتقوى بإذن الله تبارك وتعالى أمورها مضمونة بإذن الله. الناس دي محتاجة أن لو واحد فقير زوجته نفسها تولد في المستشفى، تيجي وتولد بدون أي مقابل إن شاء الله. مش عايزين نقول لغاية نهاية السنة، ولكن أنا عايز أقول لكم إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نقرب لله سبحانه وتعالى أكتر، ونقرب لحضرة النبي أكتر صلى الله عليه وسلم. وما نعرفش إحنا الدعوة جايلنا منين بالظبط. يا ترى دي الدعوة دي جايلنا من مستشفى البر والتقوى في دمياط، ولا جايلنا من مستشفى البر والتقوى في الصف؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تضع نصب عينيك إن أنت بتقدم الخير لرجل بين الحياة والموت، وإنت ترجعه تاني لأهله ودنيته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيكم وأن يراضيكم وأن يعطيكم حتى يرضيكم وأن يعطيكم أكثر مما يرضيكم. هذه دعوتي لكل منفق وكل متصدق في أي مشروع أو عمل بإذن الله تبارك وتعالى، ومع جمعيتنا البر والتقوى. الصحة نعمة كبيرة جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا مديك القدرة انك تقوم الصبح وانت ما بتقولش وما بتتوجعش، وانك قادر تقف على رجلك، وانك قادر
تحرك ايديك وتقضي حاجتك، وانك عينيك شايفه وان لسانك بيتكلم وان ودانك سامعه. الصحه دي نعمه كبيره جدا، من اكبر نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. احنا بقى بنشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمه دي ازاي، واللي يشارك او يساهم في علاج مريض اجره وثوابه ايه عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن شكر النعمة المساعدة والمساهمة في علاج مريض. طبعا جمعية البر والتقوى بتفتح باب المستشفى وبتفتح دعوة علشان المساهمة في المستشفى. وهنا بقى حضرتك جبر الخاطر، شوفي في التقرير بيقولك ايه، حشود من أهالي البلد طبعاً. واقفين بيدعوا وواقفين منتظرين، شوفي حضرتك فرحتهم لما المستشفى دي هتفتح. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو أن أنت تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه قربة. فشوفي بقى في المستشفى أنت كده دخلت السرور وكشفت القربة، ويعني فرقت عنه الكرب وأزلت عنه الهم والغم وجبرت بخطره. تخيلي كده مع كل حد بيستخدم أي حاجة في المستشفى، الجهاز بتاع التنفس مثلا، لو حد كان يعني محتاج لنقل دم أو أي حاجة في المستشفى، أو الأم اللي هي كانت نفسها أن يكون عندها ولد وعملت حاجات كتير قوي وبعد ما جالها الولد محتاج حضانة، وأقرب حضانة على بعد مسافات ساعات من السفر. لا، وصل الألم والمرض كمان، بني آدم لما بيبقى تعبان حتى لو ألم أو تعب بسيط جدا بيبقى مش مستحمل الثواني اللي بيروح فيها بينتقل من بيته للمكان اللي هيكشف فيه، الدقايق دي بتبقى بالنسبة له ساعات. وأهل المريض، أهل المريض كمان هم بيكونوا عندهم عبء ثقيل، بيعانوا هم كمان طبعا وخايفين. شوفي بقى حضرتك لما تكون المستشفى بعيد جدا وسفر ومحتاجين مواصلات وفين المبيت وأمور كده كتير قوي، لما احنا نتخيلها نقول الحمد لله يا رب على النعمة. وكلمة الحمد لله دي تكون بالقلب، أولا أن نستشعر نعمة ربنا عليا، وإحنا في شهر الخير والأعمال الصالحة، الشهر اللي احنا بندرب فيه القلب على أنه يكون أفضل ويكون أقرب إلى الله، نقول الحمد لله يا رب على نعمتك ده بالقلب وبالقول وبالفعل. نيجي للفعل، فجمعية البر والتقوى بتدعو للمساهمة في مستشفى البر والتقوى. ونروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته. الله جل وعلا يدعونا إلى الإنفاق، ويدعونا إلى إدخال الفرحة والبهجة والسعادة والحبور والسرور على قلوب الناس. سئل أحد الحكماء: من أسعد الناس؟ فقال: أسعد الناس من أسعد الناس. عشان كده إحنا موجودين النهاردة وبدعوة كريمة من جمعية البر والتقوى في قرية أم عزام لاستكمال إنشاء هذه المحطة، محطة تحلية المياه. محطة التحلية اللي احنا أمامها الآن في قرية أم عزام رقم 12 من ضمن المحطات التي أنشأتها جمعية البر والتقوى. زي ما احنا شايفين أسماء الناس الطيبين اللي تبرعوا بصدقات لاستكمال هذا المشروع موجودة على هذه المحطة، محطة تحلية المياه بقرية أم عزام التابعة لمركز القصاصين التابع لمحافظة الإسماعيلية. من يفعل الخير لا يعدم جوازية، لا يذهب العرف بين الله والناس. وربنا يعيننا جميعا على فعل الخير
ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. من أعظم الصدقات اللي ليها أجر وثواب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى هي المشاركة في المياه، طبعا جبر الخاطر. يعني شوفي كل المبادرات فيها جبر خاطر. تخيلي كده ناس أهالي القرية ما عندهمش مية، وإحنا المية لما بتقطع عننا ساعة واحدة، أو أنا في الطريق ومروح البيت وحلاقي مية في البيت، بس الوقت ده بيبقى قد إيه أنا متضايق فيه وبعاني. طب لما يكون أنا عيشتي بقى نفسها كلها كده مفيش فيها مية. وطبعا ربة المنزل لما يكون عندها أولاد ومسؤولية البيت والأكل وكل الحاجات اللي البيت بيحتاجها ومفيش عندها مية، أو لو وجدت المية بتكون غير صالحة للاستخدام. نتخيل كده حد بيشرب مية عشان عطشان، والمية دي عارف انه هيشربها وهتجيب له مرض بعد كده، فيكون احساسه ايه؟ بس هو مضطر انه يشربها. فعشان كده محطات التحلية اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى بتقضي على المشكلة دي تماما، بتوفر المية الصالحة للاستخدام، والوقاية طبعا خير من العلاج، مع ان تكلفتها اعلى لكن نقول ثوابها اعلى، جبر الخاطر فيها أكبر. يعني جمعية البر والتقوى بتراعي الحاجة الأفضل والحاجة اللي محتاجها المكان. طيب إحنا بنعمل محطات التحلية عشان هي ضرورة مش رفاهية، هي تكلفتها أعلى صحيح، ولكن ضرورية طبعا عشان الحفاظ على الصحة، وكمان إن الإنسان ما نعتكش بعد كده نقول إحنا عايزين مستشفى، إحنا لا ده المية تسببت في مرض، فنفتكر الآية الكريمة حلنا مشكلة ودخلنا في مشكلة أكبر. أيوة، فنفتكر الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ونقدر إن احنا نشارك حتى بجزء بسيط. يعني إذا حضرتك بتقولي التكلفة عالية فمش لازم تكون التكلفة كاملة، لكن باللي نقدر عليه. طبعا شوف في محطة التحلية اللي موجودة في التقرير كان أسماء. لفتة أسماء كتير، وبرضه هنا لفتة طيبة جدا إن كل الناس دي ما يعرفوش بعض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جمعهم على الخير فعمل الخير. صحيح، ربنا يتقبل يا رب. نورتيني يا دكتور، أشكر حضرتك. بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. هدي